بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي قرر ان هو يصعد الموضوع في قضيه استضافه مركب محمد الخامس بالمغرب لمباراه النهائي المتوقع تكون طرفينها بين الاهلي المصري والوداد المغربي. فالاتحاد المصري لكره القدم الاهلي قال له كده ان احنا عايزين نبعت طلب للاتحاد الافريقي لكره القدم نطالب بيه باستضافه مصر لنهائي دوري ابطال افريقيا، بما ان الملف بتاع السنغال انسحب او السنغال تم رفضه، يبقى احنا نبعت الملف بتاعنا. والرد جيب سريعا من قبل الاتحاد الافريقي. يقدر كفو يتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي اثارها نادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم، ويلتزم بمبادئ الانصاف والعداله والمساواه بين جميع الانديه والاتحادات والاعضاء. الكلام ده مشكوك فيه شويه. ومع ذلك كان كاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقه في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو ان نهائي دوري ابطال افريقيا سيكون نهائي ذهابا واحدا بدل من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والاياب. ايه ده؟ يعني القانون بتاع تغيير المباراه النهائيه من مباراتين لمباراه واحده ده من 2019؟ تخيل، من ايام القاضيه ممكن. علاوه على ذلك فان كاف ملزم ايضا بقواعده وقواعد فيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسه مجرد بدء البطوله. المشكله في توقيت الاعلان اللي انتوا اعلنتوا فيه استضافه مركب محمد الخامس للمباراه النهائيه. كان المغرب والسنغال هما البلدين الوحيدان اللذين استوفيا معايير عرض البلد المضيف بعد ان طلب الاتحاد الافريقي لكره القدم من الاتحادات الاعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا. مصر لم تقدم محاوله، وده اللي انا عمال اقوله في الفيديوهين اللي انا اتكلمت فيهم عن القصه. قلت يا جماعه مش ذنب المغرب ان هي قدمت وخدت تصويت الاعضاء، بس في ناس ثانيه زعلت وقالت لك لا ما ينفعش. ازاي المغرب خدت؟ قدمت جنوب افريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامها باستضافه نهائي دوري الابطال، لكن لم تستوفق معايير البلد المضيف لتقديم العطاءات. قدمت مصر عرض لاستضافه نهائي كاس الكونفدراليه لكنها لم تفي بمعايير تقديم البلد المضيف. يعني الكاب بيقول للاتحاد الافريقي ان انتوا قدمتوا قبل، الكاب بيقول للاتحاد المصري ان انتوا قدمتوا قبل كده طلب باستضافه الكونفدراليه واترفض لان انتوا لم تستوفوا الشروط. اللي هو بسم الله ما شاء الله، زي اللي انت رايح تعاتبه في حاجه قال لك لا خد تعالى احنا مش هتبنى مع بعض في القصه دي، وانت قدمت لي قبل كده انك عايز النهائي بتاع الكونفدراليه يتلعب عندك، وانا قلت لك ان انت مش ملتزم، مش هتستلزم الشروط اللي هي تقريبا الحضور الجماهيري. واحنا عندنا مشاكل في موضوع الحضور الجماهيري لان اتحاد الكره لا يجرؤ ان هو يحدد عدد معين من الجمهور. قدمت مصر عرض لاستضافه نهائي كاس الكونفدراليه لكننا لم نتفق عن تقديم البلد المضيف، ومنح الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري ابطال افريقيا للمغرب بعد ان سحبت السنغال عرضها. امال ايه الكلام عن الفوت والكلام عن التصويب وان المغرب خد 16 صوت؟ كما ذكرنا سابقا هناك مناقشات جاريه حاليا داخل كاس العوده الى المباراه النهائيه بنظام الذهاب والاياب لتحديد الفائز بدوري ابطال افريقيا بدلا من نهائي من مباراه واحده. الاتحاد الافريقي يرفض طلب الاتحاد المصري باستضافه نهائي دوري الابطال. الحته الاخيره دي توهتني شويه. ايه يعني دلوقتي الاتحاد الافريقي بيقول فوق ان هو مش هيغير القواعد اللي لعب بها البطوله، وفي كلام في نهايه البيان حوالين ان هم بيفكروا يرجعوا للنظام القديم. هو الاتحاد الافريقي يعني مضطر ان هو يخلينا نقعد نفكر كتير كده. هل الاتحاد الافريقي بكده بيحسم ان مباراه الاهلي والوداد ان شاء الله في فاينل نهائي دوري ابطال افريقيا في حاله صعود الاهلي والوداد هيكون في مركب محمد الخامس، ولا هيكون مباراه ذهاب واياب، ولا الدنيا بالنسبه لنا هتكون عامله ازاي؟ بس الحاجه الوحيده اللي طلعنا بيها من البيان ده هو ان الاتحاد الافريقي عطى قلم للاتحاد المصري وقال له اصحى وفوق، انت قدمت قبل كده علشان خاطر تحاول تاخد نهائي الكونفدراليه عندك لكنك لم تستوفي معايير الشروط، معايير التقديم والحصول على المباراه. يا ريتنا ما قدمنا. يعني كان لازمتها ايه الكشفه دي؟ ما قلنا يا جماعه المغرب قدمت ملف، وقلنا يا جماعه ان النهائي اللي نجح بتاع السنه اللي فاتت بتاع كايزر تشيفز والاهلي قدر ان هو يكون حاسم، والاتحاد المغربي عنده علاقات والاتحاد المغربي قوي، والناس زعلت وقالت لك لا ده فساد ومش فساد. اهو الكاف قال لك الاتحاد مصري انت حاولت تاخد قبل كده بطوله النهائي وانا قلت لك لا. مبسوطين دلوقتي؟ يعني مبسوطين دلوقتي؟ اتمنى ان الاتحاد المصري يكون مبسوط دلوقتي بعد ما خد القلم ده من الكاف. عارف انك تقعد تتكلم معايا على فساد الكاف والكلام ده، بس زي ما قلت لك ارجع دايما لقواعد اللعبه اللي احنا بديناها من الاول. احنا بدينا قواعد لعبه واضحه من الاول، هو ان يعني النهايه هيكون في ملعب واحد، والكاف جه في نص البيان كده وقال لك ال 52 عضو من الدول اللي موجوده في الاتحاد الافريقي من حقها ان هي تقدم ملف استضافه للنهائي سواء الكونفدراليه او دوري الابطال. مصر قدمت وفشلت،
والناحية التانية المغرب قدمت ونجحت والسنغال انسحبت. بس في كل الأحوال هنرجع نقول إن الكلام الكتير ده هو اللي هيخلي الموضوع يكون صعب شوية، لأن الكلام لو كان طالع بدري شوية من الاتحاد الأفريقي يمكن ما كانش الموجة دي حصلت كلها، يمكن ما كانش فيه أي حاجة من كل ده تمت أساسا. يعني يمكن لو أنت قلت كده من أول دور المجموعات كانت الناس كلها خلاص سيستمت نفسها حوالين النهائي يكون في مركب مع عمل الخامس، لكن المشكله هي في التوقيت بتاع اعلان الاتحاد الافريقي. فعايز الناس تفهم الحته دي كويس، ان مشكلتنا مش مع الاخوه المغاربه، مشكلتنا في التوقيت بتاع الاتحاد الافريقي. اتمنى تكون الناس فاهمه علشان خاطر ما يحصلش بلبله ويقول لك الاهلي بيشكك في النزاهه اللي ممكن تحصل في مباراه الوداد، لان في شخص مشجع للوداد قال لي كلمه حلوه قوي، قال لي احنا المظلومين في القصه دي كلها، احنا لو كسبنا الاهلي هيتقال ان احنا جاملنا عشان ملعبنا، ولو خسرنا هيتقال ان احنا ما عرفناش ناخد البطوله واحنا في ملعبنا. فاحنا بسم الله ما شاء الله مش هنعرف نكسب اي حاجه، يعني لو كسبنا هيقول لي الوداد الجامل وخد البطوله عشان الاتحاد الافريقي عايز ياخد البطوله، ولو خسرنا هيقول لك شوف الوداد الفاشل اللي الاتحاد الافريقي حط له البطوله على ملعبه وسط جمهوره وخسرها. فبصراحه حاسس ان الراجل عنده حق، يعني حاسس ان جمهور الوداد والوداد هو اللي جه في نص المشكلة وترمى وسطيها، اللي هو الوداد وجمهور ملوش دعوة بأي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي يحسب للوداد فيها ان عنده اتحاد مغربي قوي، عنده اتحاد مغربي عنده علاقات، عنده اتحاد مغربي عارف كويس قوي ان هو لما بيقدم ملف في حاجة بيقدر ان هو يكسبها. ومن المرة ال 500 مش هرجع، هرجع تاني واقول لك ان الاخوة المغاربة مش مشكلتهم ان هم ناجحين وبيعرفوا يجيبوا تصويت لملفاتهم ولا بيعرفوا ياخدوا موافقات لملفاتهم، هي الازمة بتاعتي وبتاعت اغلب الناس ان التوقيت بتاع اعلان ان المباراة تتلعب في المغرب او لا. طولت عليك؟ معلش الموضوع كبير حضرتك. عجبك الفيديو اعمل لايك، لو شايف ان انا راجل ظالم والاتحاد الافريقي ظالم الاهلي براحتك رايك واحترم، وانا اتمنى ان فرقتي تكون مظلومه والكلام ده، بس لكني مش مقتنع للامانه بالكلام اللي انت بتقوله ده والكلام اللي هم بيقولوه.